بالدراسات التي علاقتها طردية، أي أن زيادة الإيمان تؤدي إلى تحسين الصحة الجسدية والعقلية والنفسية. فقد بيّنت 256 دراسة أن هناك علاقة طردية مع السعادة، بمعنى أنه كلما زاد الإيمان والروحانيات زادت السعادة. 229 دراسة بالنسبة للأمل، 25 دراسة بالنسبة للتفاؤل، 42 دراسة بالنسبة لمعنى الحياة، 45 دراسة بالنسبة لاحترام وتقدير الذات، 13 دراسة للقدرة على الجلد وضبط وتمالك النفس، 68 دراسة بالنسبة للاستقرار الأسري، 15 دراسة بالنسبة لزيادة مناعة الجسم مناعة طردية. أما بالنسبة للعلاقات العكسية، أي أن زيادة الدين والإيمان والروحانيات تحد من هذه الأشياء، فالدراسات تشير إلى أن زيادة الإيمان تؤدي إلى خفض نسبة الاكتئاب ونسبة الانتحار والتوتر والقلق وإدمان الخمر والمخدرات والدواء والتدخين وأمراض الأوعية الدموية والإصابة بارتفاع ضغط الدم وجلطات الدماغ والزهايمر والسرطان، مما يؤدي إلى خفض معدل الوفيات. منذ زمن طويل وعلماء الأعصاب والدماغ يحاولون دراسة التأثيرات الفيزيولوجية التي تطرأ على الدماغ في حالات العبادة وما ينتج عنها من خشوع وارتقاء روحي، ونتج عنه علم يسمى علم فيزيولوجية الأعصاب في الدين والروحانيات. وقد خطى هذا العلم خطوات إيجابية بفضل الجهاز الذي يعمل على تتبع سير الدم في الدماغ بعد حقن مادة مشعة في الدم، وبذلك يمكن للباحثين دراسة النشاط العصبي في الدماغ، حيث أن سير الدم يتوافق مع النشاط العصبي. وأصبح هدف العلماء والباحثين تحديد المناطق التي تضيء في الدماغ، أي تنشط وتحث، والمناطق التي تنطفئ، أي تصبح خاملة عندما يعيش الإنسان لحظات من السمو الروحي واستشعار وجود الخالق. وقد وجد الباحثون أثناء دراستهم لظاهرة السمو الروحي والخشوع أن المنطقة الأمامية من الدماغ، أي الناصية، قد أضاءت كما هو متوقع، فهذه هي منطقة التركيز. ولكن الشيء غير متوقع وما حدث للمناطق الأخرى في الدماغ من هدوء وانعدام تام للنشاط العصبي، بل إن هناك منطقة في الدماغ تسمى الفص الجداري العلوي قد انطفأت تماما، وهذه المنطقة هي المسؤولة عن الشعور بأبعاد الجسد، أين يبدأ وأين ينتهي وعلاقته بما حوله من ماديات وأشياء. ولذلك يشعر الإنسان في لحظات الخشوع والسمو الروحي بأن الحدود والحواجز التي تحيطه قد سقطت، وأن روحه أصبحت حرة طليقة تجوب الفضاء الواسع وتستشعر عظمة خالقها وتذوب في وحدانية الكون. بل وجد الباحثون أن المنطقة المستثارة والمضاءة أثناء لحظات الخشوع هي في منطقة الفص الصدغي، وهذه المنطقة هي المسؤولة عن العواطف واستدراك المعاني وتخزين الذكريات الجديدة.